بغيت نسولكم، علاش ما بقيناش نحتفلوا بالاعياد الوطنيه كيف ما بكري؟ كاين شي مشكل وحنا ما سايقينش ليه اخبار؟ كان عيد العرش عرس وطني ديال بصح، عرس بكل المعاني الجميله، كل واشرب وفوج ودي معاك. ملي تنقول دي معاك كانت تعطينا في عيد العرش السبرتيلات والجينات والكيطمات وكتوبه والحلوى. امتى كانوا المغاربه تيخرجوا عائلات وتمشيو تفرجوا في الحفلات حدا المقاطعات في عيد العرش؟ فين تعلموا التلاميذ الاعداديات والثانويات فنون المسرح والغناء والشعر والقصه والزجل والسكتشات في عيد العرش؟ فين تغنوا اعظم الاغاني الوطنيه الخالده في عيد العرش والمسيره الخضراء وغيرها؟ سؤال الله يرحم لكم الوالدين. دابا حنايا في 2023، اللي احتاجينا شي اغنيه وطنيه باش ندويو على شي مشكل ديال دابا ديال 2023، خصنا نجيبو هاد الاغنيه من الريبرتوار ديال 1975 1976 80 84 82 93. ماشي حشومه وعيب ومسبه في حق وطن عريق بحال المغرب نتسلفوا اغنيه من الماضي باش ندويو على الحاضر. كاينين الناس حرموا الاعياد الدينيه، انتم حرمتوا الاعياد الوطنيه. سؤال، اش بقى لينا؟ الا حرمتوا الاحتفال بالاعياد الوطنيه كيف ما كانت قولوا لينا علاش. واش العيب في المحتفل؟ يعني واش العيب في المغربي؟ واش العيب في المحتفل به؟ يعني واش العيب في المغرب؟ واش هاد التحريم المجاني غير الحكيم في تقديري ماشي ضيع علينا بزاف ديال الحوايج؟ ضعنا في الاغاني الوطنيه، ضعنا في المسرحيات والملحمات الوطنيه كيف ما كانت تدير طيب صديقي وغيره، ضعنا في ترسيخ ثقافه الاحتفال عند التلاميذ في المدارس والاعداديات والثانويات، ضعنا في العلاقه التربويه الفنيه الجميله اللي كانت تجمع ما بين الاستاذ والتلميذ. كانوا بجوجهم تيوقفوا الخشبه، تيصبوا الخشب، تيخيطوا الملابس، تيصنعوا الاكسسوارات، تيصيبوا الموستاش واللحيه التلاميذ الصغار. ضعنا فرصة وطنية لتشغيل كل أنواع الفنانين، منظمي الحفلات، أصحاب الهوندات، أصحاب الصنوات، الكليراج، وكل المهن والمنتوجات والخدمات المرتبطة بالفرجة. هادو اللي قرروا ما يبقاوش احتفالات كيف ما بكري، واش عندكم مشكل مع المغاربة؟ ولا مع المغرب؟ ولا مع ريوسكم؟ وهادو اللي ما بغاوش يحتفلوا مثلا، واش عندكم مشكل مع المغرب؟ ولا مع المفسدين في المغرب؟ راه إذا ضيعنا التمييز بين الأشياء غنضيعوا الحكمة. ولا ضيعنا الحكمة نحطو في بلاصتها التفاهة. المغاربة خوتي وخواتاتي كما أعرفهم تيكون عندنا مشاكل وصداع قد السخ ديال الدنيا، ولكن في الفرح والقرح تنتلاقاو وتنصفيو الخواطر. المغاربة خوتي وخواتاتي كما أعرفهم عندنا العزاء تبدا بالبكاء والحزن وتسالي بالضحك والتعناب ومناقشة جميع الأمور. المغاربة خوتي وخواتاتي كما أعرفهم العرس عندنا فيه الشطيح والرديح، وفيه كذلك تنتعرفوا لبعضياتنا وتنخطبوا لولادنا ولبناتنا. الاحتفال ماشي معناه فقط هز البوط وترشرش، الاحتفال معناه موعد وطني نتلاقاو فيه حنا المغاربه كاملين، وما فيها بس لكان شويه النقاش والعتاب بجانب التفرج والضحك. علاش لا ما نحتفلوش بعيد العرش؟ بعيد العرش باحسن وزير، باحسن برلماني، احسن مدينه، احسن قريه، احسن جماعه، احسن حزب، احسن جمعيه، احسن صحفي، احسن احسن احسن، لعل وعسى اللي ما عنده نفس عيد العرش يدير ليه نفس. في تقديري الخاص كل شيء عنده الحق يحتفل بالوطن، والله يصفي الخواطر.